طبعاً أنا بحب الأكل ضروري جداً يعني الأحزاب لكن أو الأكل الطيب اللي يخلي الإنسان يتوسع. بس أنا اليوم عايز أتكلم عن كتاب خصة حقيقة الأحزاب أو قصة جاي أتكلم عن قصة صفية محمد علي خليفة طالبة طفل في المستوى الرابع من جامعة الأحزاب. جاي أتكلم عن قصة جدا الفصل الأول من الحكاية والنهاية العام 2017 كانت فترة تعقب أكاديمي وتصفيش ودقات كلية انتهى الكعب سياسية فقلت إنه الموضوع عادي ممكن يعدي عشان كده تعقبه حاجة بس استمر الوضع إلى شهر 2 سبتمبر تحديدا صباح الخميس يجي صباح الخميس 6/2/2020 كان يوم عادي كان عندي امتحان دورة تدريبية بعد الامتحان فجأة قررت اني ما عايزة امشي ولا عايزة اعمل اي حاجة حوالي الساعة 9 بدون اي مكالمات وقلت الوالد كان في حالة هلع في البيت الناس ما كانت عارفة الحاصل شنو ما كانوا عارفين المشكلة جابوا لي مثلا المهنة مع مركز الإسعافات اللازمة نقلت المستشفى إلى مساء الخير صحيح على أضواء المستشفى أصوات الأجهزة مركز الدكاترة داخلين وطالعين لجاي تحاليل ولجاي صحباتي ما كنت مدركة تماما لا الزمان ولا المكان عملوا مجلس استشاري عشان يطلعوا التشخيص وقد كان مرض اسمه فيروس انتقالي بغير ما تطينا لي التهاب فيروس في خلايا الدماغ المرض ما كل الناس تطلع منه حتى اللي بيطلعوا منه بالصمم بالشلل بعمى او بمشكله دائمه بس انا كنت محظوظه كفايه الحمد لله عندي اطمع بكل حاجه يعمل نسيان تشوش تغيير كامل في الشخصية حتى إكتئاب قعدت أسبوع في المستشفى بعدين طلعت البيت بابا كان عندي مقولة دايما بيقول لي إنه إذا الحياة اللي هي اللي خلتني أقوم تاني ما كنت بس عايزة أستسلم للمرض وخلاص وأمشي زي أي زول عادي لا كان عندي رسالة وهدف كنت عايزة أقوم وأرجع للحياة عشان أوصله رجعت البيت بعد اسبوع فتحت الواتساب عادي بيجي كمية من الرسائل رسائل او حتى اللحظات الوداع الناس كانت بتسأل ايه اللي معمول لحظة ما بس المفاجأة انه رجعت البيت بعد كل المشاعر الايجابية اللي بتجيك لما تحس انه انت مرغوب فيك انه الناس بتطلع الحياة الكويسة وبتطلع الحب لما تحس انها حبت الانسان دي كل المشاعر الايجابية اللي وصلتني في الوقت ده حقيقة كان عندها اسد بانه تكون نفسياتي احسن الى حد ما هي بعد شهرين اتغلى الفصل الثاني من حياتي هو الانسان كانت فترة صعبة ظلام دارس ما كنت شايفة اي حاجة ما كنت شايفة ضوء في اخر النفق ما كنت قادرة أحس بأي إيجابية في الحياة كنت بفكر بس إنه إيش نوع الأنفيو ده كيف ومتين حينتهي أنا ما أعرف إيش نوع حينتهي واصلت سير على غير هدى الظلام تقف أسوأ جواي بيتصل كل محاولات السعادة لأنه أنا أحاول أسعد نفسي لأنه أنا أحاول أكون كويسة ما كان في حاجة تحقق بالبطولة كان انتظار على المستوى الاكاديمي، انتظار على المستوى الصحي والنفسي. ما كنت بنوم بالليل من المشاعر السلبية السيئة. تسأل نفسك ليه لدرجة الموضوع كان سيء. ايوه تعودت على ذلك. عدة مرات بس الحمد لله كنت محظوظة لأن المحاولات كلها كانت فاشلة. مش قصر إبداع.
要对人家对这个我们讲的大号以后我在那我说没有对所以我没有在那所以我说他需要我的他كان فترة ساعة هذا متقبل لأنه أنا كيف حقدر أتخيل حياة الدنيا كيف حقدر أعيش مع راس متقدمة كنت الحالة بعد فترة أنا أشبه بإبنه في استمر الموضوع إلى بداية 2021 مع البدايات الجديدة كل المشاعر الإيجابية في رابط البدايات كان بداية السنة 2021 شوية محطة جديدة لي عشان أنا أرجع من حاجة كنت بحاول أرجع لكل حاجة كنت بعملها زمان عشان أرجع في حياتي الطبيعية عشان أرجع أتصل عشان أرجع كنت بدعو بدون كثير كنت بفكر إنه الموضوع حيمشي إيزي وبسيط شديد زي ما كل الناس بتتخيل إنه رحلة الشفاء بتكون مستقيمة بس لا العكس تماما كنت بضع بظن كثير شديد بين نفسي إنه أنا بضع بظن كثير بعد على حالي بس أفتكر إنه رحلة الشفاء الحقيقية بدأت لما أدركت إن كل مرحلة من حياتي محتاجة نسخة جديدة منها وإنه زي ما بتقول أو زي ما بتنص العادة اليابانية القديمة كل ما البناء بيتكسر بيجمعوا القطع حقته وبيجمعوا الشبوك حقته كلها عشان يشدوا على جمال حاله الكسر ورجع لما كان في رفعه وده ادعى لاننا نحن نستخدم الجرح اللي هي بمثابه الالتيما يدل على اننا خضنا المعركه وانتصرنا خير ومن هنا رسالتي في النقطة الرابعة لكل إنسان عامل أو بيعمل أرجوك أطلب المساعدة ما في زول بيختار حياته أفضل بيختار قدره أفضل بيختار عين الحاجات اللي بتحصل له بس في يدنا إننا نطلب المساعدة في يدنا إننا نعمل الفعل على الحاجة نختار رد الفعل على الحاجات اللي بتحصل لنا كل الفعل الجانب والناس يحبونا ويدعمونا دائما الحياة مستمرة إنها ترمي قدام العقبات بس نحن بنتعلم كيف نواجه العقبات وكيف نواجه كل المشاعر السنة اللي تقول حسب العقبات الفصل الخامس بيقول لا تلمع النشوة بقلب المقصود يعني من الإنسان لما يكون حزين ومكتسب ما بيقدر يقضي أبسط مع الحياة ده أدعى لأننا نحن نمشي لقدام ناخد خطوة بعيدة عن تسلسل الانتظارات عشان لسه الحياة فيها أكثر لأنه في نور في الآخر منها حتى لو كانت مشاكل أنا موجود هنا اليوم الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله شكرا وحبا كمان حابة أشكر بعض اللي عملوا تيم صفية قبل سنتين صفية اليوم أخواني اللي كانوا مثال الأجنحة اللي كانوا عملوا المعلع صحباتي اللي ما حوى اليوم أبدا شكرا 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 لكل الناس اللي ساهموا في وجود صفية اليوم قدامكم أكبر وأنجح وأجمل وأفضل من صفية قبل سنتين ما سنحتاج الفرصة إني أذكره شكرا بجد لكل اعمالكم شكرا كمان لوجودكم وحبكم ودعمكم واستماعكم سلامة قلوبكم